إني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يعني ولا اللي في دماغي ولا اللي مش في دماغي، ما فيش حاجة أبداً تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. هو ده بقى الضامن بتاعنا أو سر النجاة، إن إحنا نبقى ثابتين في ربنا. فأي حاجة تانية مهما تكون هتاخد وقتها وتروح، مهما تكون هتاخد وقتها وتروح. ممكن نقرأ مع بعض برضو في رسالة معلمنا بطرس الأولى من أولها، يقول: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. أنتوا دلوقتي محفوظين بقوة الله، هتاخدوا خلاص هيعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع إنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. في خلاص، بس دلوقتي لازم نتحزن شوية بتجارب متنوعة. ليه؟ لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. اتعب عشان ما تجيش في التنسيق تقعد تعيط وتقول هتجيلي ايه وما تجيليش ايه. اتعب، التعب بيزداد، المواد صعبة، الدروس شديدة، التمرينات مش عارف ايه، المسائل مالها، المذكرات ايه، الملخصات ايه، معلش هم شوية تعب، كمل بقى عشان تفرح، يكون ليك مدح وكرامة ومجد عند استعلان يسوع المسيح. فاتعب شوية دول خلاص هاني.